قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال عز وجل مستثنيا التائبين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا التبديل قيل إنه تبديل عوضي، بمعنى أن الله عز وجل يسهل له عمل الطاعات فتكون هذه الطاعات هادمة لتلك السيئات فتكثر حسناته. قد قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقيل إنه تبديل حسي، وهو الأقرب لأمرين. الأمر الأول أن الأصل في التبديل هو التبديل الحسي. الأمر الثاني، ورد حديث يحسنه الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل السيئات فيتمنون أنهم ازدادوا منها، لقوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وليس معنى هذا أن يبيح الإنسان لنفسه بارتكاب السيئات، وإنما هذا تفضل من الله عز وجل على العصاة وبلسم لهؤلاء المرضى، كقوله عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا فذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ففيه تقرير بأن ابن آدم عرة للوقوع في الزلل، فمن وقع لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمته عز وجل.